في ايه يا حسب الله؟ ايه اللي انت عايزنا فيه ولممنا عشان؟ مالك دخلها هجم كده؟ ما تقعدي على حيلك الاول. في ايه يا ري؟ مش عرفني تلاقيه معربن على حاجه. بتحرب على ايه يا حسب الله؟ الله، ما تصطبري على رزقك. استنى اما الف سجاره عشان اتمخمخ كده وبعدين اتكلم معاك. امال فين يا ابو عيال؟ ما جاش معاك ليه؟ مالكش دعوه ابو عبد العال، قولي اللي انت عاوزه اني سامعاك. لا، ابو عيال مؤاخذه لازم يبقى موجود وياخد ويدي معايا في الكلام، ولا هو عدم المؤاخذه طرطور؟ ما تلم نفسك يا راجل انت، ده ايه طولة اللسان دي؟ لايموها بقى. السلام عليكم. عليكم السلام، تعب حوالي واحد، اقعد. ها؟ عوقتي ليه؟ علاء ما سلت ايدي من الشغل وجيت طوالي، هي العباره. انت لممنا ليه كلنا كده بربط المعلم حسب الله؟ ولا حاجه، انا امبارح لمؤاخذه بعد ما الشغل خلص كده قعدت اعصر في نافوخي. قلت يا واد، هو احنا ليه المكان اللي بنشتغلوا فيه بنناموا فيه؟ لو انت لمنا كلنا عشان نقول لك ليه. هو انت انصبت في نافوخك يا راجل انت؟ ما تقول لنا كلام عادل عشان نفهموه. ده راجل فاضي، والحشيش اللي بيشربه معطوله طول الليل والنهار خلاه يخرف. قوم بينا يا عبد العال. استنى، انا لسه ما خلصتش كلام، وكل واحد فيكم يحط لسانه جوه حنكه ويسمع اللي انا بقوله. انا قلت ليه لمؤاخذه ما نعملش زي الناس الهلالايف، يعني اللي هم لمؤاخذه بيسكنوا في حته وشغلهم يبقى في حته تانيه، يعني يناموا في مكان والشغل يبقى في مكان تاني. ولازمتها ايه الدوخه دي؟ اقول لك لازمتها ايه، عشان لو مؤاخذه لو اتخزوقنا كده ولا كده يبقى لنا جيران تانيين عارفين ان احنا ناس محترمين. يعني غرضك نسيبه المطرح ونسكنه بره؟ ما كانش فكري انك بتفهم يا حمار. انت ليه كده تصور يا جرع؟ بس انا مش موافقه اننا نسيبه المطرح. نضمنه منين ان احنا بعد ما نمشي ويطلع لنا حد ابن حرام يعمل فينا مغرز ويجيب دهيه للكل؟ لا، ما هو احنا مش هنسيبه المطرح ونمشي، احنا بعد ما نشطبه نسوجر، وبعدين الجزء البغالي اللي انت انياهم العسكري والشويش في الدار هيبقى عينيهم مفجله. كلام حسب الله مخمخ مفوخي. وانا موافق عليه، بس المطرح اللي احنا هنسكنه فيه يبقى نضيف. مش كده ولا ايه يا سكينه؟ كده يا نني عين سكينه. يا قلبك يا رايا، اني هنعزله تاني بحبلي؟ ده ايه هده الحيل دي؟ ومين فينا اللي فاضي يدور على مطرح؟ ماني خطر بقى لمؤاخذه، قلت اكيد الفكره هتعجبه. قمت من صباحيه ربنا لفيت وغربنت على مطرحين في ريح بعض. لا، بعاد عن بعض. وانت رايح زنقة اليهود قلت نشقر؟ لا، ده انا جاي لك مخصوص. مخصوص؟ يبقى وراك حاجة يا ولد. اركب. نركب؟ هو احنا هنختشي؟ اهو بعد كده تروح لي. اعمل لي سريع يا ولد. يا سلام يا ده محمود. ايوه كده. والله والله. اتفضل يا محمد. يا سلام يا ولد. انا مش عارف دخانك ولا بيمزجني عن اي دخان تاني. اشرب وتمزج يا محمد. الله،
يلا هلا. الفورمة اللي معاك دي بتشتغل ايه؟ لزمته ايه السؤال ده؟ مش ليها اخت اسمها ريا؟ ها؟ ايوه ايوه. انت عارف الحرمتون دول بيشتغلوا ايه؟ ايوه عارف. انا اخوك يا محمد ولازم يبقى قلبي عليك. بلاش الوليه دي، البوليس لو قبض عليا واختها ساعتها هيقبض عليك انت كمان وتروح فطيس. فطيس؟ فطيس مين؟ والبوليس هيقبض عليها ليه؟ هي بتعمل حاجه وحشه؟ ليه؟ هي الرجاله اللي بيروحوا عندهم في البيت بيعملوا ايه يعني؟ ايوه ازاي اللي في بالك؟ اللي بيروح على محمود بيشرب له كاس، بيشد له نفسين حشيش، مش اكتر من كده. اسمع الكلام وابعد عنها بزياده. ما نقدرش يا محمود، ما نقدرش. يبقى عايز تجيب لنفسك ده يا محمد؟ بنحبها يا علا. داني لما بنفكر فيها ولا بنشتغل بيبقى الود ودي اشمع الفتله وفكيت على البيت يا علا. وقول الصبر، انت متجوزه؟ انا وعبد العال سكننا في بيت نمره 5 شارع مكورس في ظهر الكراكون لزق، ورايا وحصبالنا سكنوا في 38 علي بيت كبير ظهر شارع الكهرباء. يعني بقالك 3 ايام معزله، ارتحتي بقى؟ اصل عبد العال ما كانش مرتاح للسكنه معاهم، وانا يا اختي تبع راجل وكلامه يمشي علي. احي على مياستك يا وليه، اختشي في ناس في الاهل. طب نقوم انا بقى، لسه بدري. بس رايحه فين؟ رايحه للولايه مراجعه بنستلف منها برقع عشان ما حدش يعرفني، وبعد كده هنروح الخماره نرجع الازازه الفاضي. ليه؟ هو عبد العال محرج عليكي كيفك اليومين دول؟ لا يا اختي، محرج عليا نمشي لوحدي في شارع الكهرباء. فكرتيني، القعده معاكي بتنسيني الدنيا يا بنت. قال ايه؟ قلبوا الكهرباء في مصر. قلبوا الكهرباء؟ كهرباء تدي يا ولاد اللي هيقلبوها دي زي الرزيه. قلبوها المظاهراتيه. قال ايه؟ الناس عملوا مظاهرات وكسروا الدكاكين وقلبوا الكهرباء. الهي تواكسوا. وعرفتي ازاي؟ زبون كان في مصر ورجع امبارح لم القهوه كلها حواليه بالحدوته دي. بس قال حاجه يا بنت كده مخولتني. حاجه ايه؟ دي ثوره، نفي الزعماء حرك الناس، لكن تكسير المحلات وقلب الترامواي دي سابقه خطيره، علشان كده صدرت الاوامر بحظر التجول في عموم مصر كلها. هو من الساعه كام هيبدا الحظر يا فندم؟ من 8 لـ 8 يا فندم. هي الناس ناقصه حد يحك لها على مناخيرها، مش كفايه عليهم وقف الحال اللي هم فيه يا ابراهيم افندي؟ حي اللبان اللي احنا فيه لما من الوغش بتوع اسكندريه كلهم، انت عارف ده كويس ومش محتاج اقوله لك كل شويه. لازم تسيبك من العواطف دي وتفتح عينيك وتنفذ الاوامر من غير ما تفكر، ده شغلنا. يلا كل واحد يروح على بيته. يلا اللي مش هيزق هسحبه على الكراكون. يلا في حصر تجول. كلام الحكومه لازم يتسمع. يلا يا جدع انت وهو. شفت الونيه رز قللت الاصل؟ الواني اللي لمتها من الشارع. عملت ايه الونيه رز دي؟ اوعى تكون خسرت حاجه. اسخن، فكرتني خامه، قالت في عقل بالها احنا نهز الرايه تطلع فلوس نعمله فيها فاصل واللي يجي منه احسن منه. هولية حرام عليكي، الرزه دي مره فنجريه. فنجريه بق يا اخوي. طب اقولك ايه، انا خدتها الترسينه وفتشتها ولقيت على قلبها سره فلوس، فتحت السره لقيت فيها جوز المباريب. عارف بتوع مين؟ وقعوا من الحرمه اللي كانت جايه. اللي كانت جايه مع الواد جبران بتاع الحشيش. انا من غاظه. قالوا بنت انا عايزه مصروف. خلاص بقى يا ريه، انت مش كرشيها وخلاص. قومي بقى هاتي الجوز المباريم عشان نرجعهم لصاحبتها. ما تقومي يا وليه، قومي حتى هاتي لنا الاكل. وايه اللي هيخلينا نموت من الجوع؟ ما اللي بناخده من شغل يكفينا. ده انت يا حبيبي شغلتك دي على كف عفريت. خد. هنعمله ايه بقى ساعات؟ نمد ايدينا ونشحته؟ ما هو في الحال ماشي على دماغ الناس كلها، هيفوتنا احنا ليه؟ اهو بقى اللي يجرح الناس يجرح علينا. واحنا مالنا ومال الناس يا عبده؟ انا غرضي نعمله حاجه تنفعني وتنفعك، بس بعيده عن ريا وصبع البرومبه بتاعها ده.
عشان خاطر اسكن. عايزين نبعد عن الشغل ده اللي الرجاله رجلها ما بتنقطعش عنه. مش عايزين نتعرف في الكراكون ونبقوا زباينه. معاني اللي في فكري بعيد عن اللي في فكرك ده. طيب عال قولي لي بقى ناوي على ايه؟ هنفتحوا قهوه. وانا موافق ومعايا حسبه هندوها لك. بس تكفى على الخبر مجهور، واوعى تجيب سيره قدام رايا ولا جوزها، احسن بعدين يا اخويا يقول لي شاركوكي وانا عاوزه نشتغل لوحدي يا عبده. ولقيتي دكانه فين؟ نواحينا. عارفه الكراكون بتاع اللبان؟ ايوه. ما انتي ساكنه في ضهر. هي بقى الدكانه اللي في ريحه. هي صغيره بس توفي بالغرض. اصلا ناوي اشتغل على الزباين اللي في الكراكون، الضباط والعسكر والقنبشيه. حلوة قوي ده يا بنتي يا سكينه. ايوه بس دي عايزه مصاريف. مصاريف كام يعني؟ ما اني لازم نعمل النصبه ونجيب الكوبايات والفناجين والشاي والقهوه واللازم منه. ولا يهمك يا بت، كل ده يتدبر. يتدبر ازاي بس؟ انا كمان لازمني كام كرسي وترابيزتين. يا اختي ما انت بتقولي ان شغلك هيبقى في القسم، وبعدين كده كده بقى ما تحمليش هم. اني هنديكي كام كرسي والترابيزتين واي حاجه تعوزيها من كفه شيء. يا بت اني رقبتي سداده من عندي قبل العندي. تاني بنستنشقه على اليوم اللي تبعدي فيه عن المشي البطال. روح اوان النوم ما بين عسل على انت الربيع هيفول عدل بعد العود. روح اوان التوم نادي العسل علو انت الربيع هيفول عدل بعد يعود. مين اللي قال ده مين يا اسم تظلمين؟ مين اللي قال يا مين يا اسم تظلمين؟ والسعي بالنبوت والرزق للموعود. الشاي سعادة البيه حطيه عندك هنا. حاضر. ايه عاوزة حاجة؟ عدم المؤاخذة يا بيه، ولو فيها يعني أسرة أدب. قولي يا سكينة عاوز ايه؟ هما امتى يعني يا بيه الحكومة هيفرجوا عن الخلق ويرجعوا يمشوا في الشوارع براحتهم؟ الأحكام العرفية خلاص هيرفعوها، ده حتى الزعماء هيسافروا بره يطالبوا بحقوق المصريين. يا ريت يا بيه، ده احنا لينا حقوق كتيرة قوي في بلدنا دي مش عارفين ناخدوها. رياض يا محمود، انت كل يوم والتاني هتطلع على امك. اشمعنى؟ جت من البلد. جت امتى؟ النهارده الصبح قبل ما ننزل الشغل. اوعى تكوني ولا جبت لها سيره. سيره ايه؟ انني يعني نعرف واحد. انا قلت لها انك انت مش عايز تتجوز بس. هل بتبحلالي كده ليه يا جدع؟ طيب روح انت دلوقتي شوف حالك، واني باذن ربنا كده لما نخلص الشغل هنفوت عليكم. ماشي. ومالك شايل عبد القادر كده؟ انت خايف من امك؟ لا هتاكلك. أم جاية من آخر الدنيا وسايبة بلدها وجاية تطمن على حوالي. يظهر الولد محمود أخويا لها حاجة عنه. هيقول لها إيه يعني؟ هيقول لها اتجوزه، ودي فيها إيه بقى يزعل؟ وجايز ما جابلهاش سيرة الجواز ده. أنت مش قلت له؟ يعني ما قلتلوش يعني بالمفتشر كده، لكن هو فهم. أو يمكن ما فهمش. ومخبي ليه بقى؟ ده أخوك. يعني الناس كلها عارفة وأخوك لأ؟ هي ما جاش في بالي ان امها هتيجي بالسرعه دي. اسره اني هنقول لهم الحدوته تنتوفه تنتوفه. طب انت رايح لاجل تشوف امك، بتاخد هدومك ليه يا عبد؟ وهاني لازم نقعد معاها عند اخويا الكام يوم اللي هي قاعداه. انت ليه مش عايز تقول انك متجوز ولاك بيت؟ ولا بتستعر تقول له ايه؟ خايف نعرك يا عبد العال؟ تعريني يا سكينه بقى، ده اسمه كلام؟ ده اسمه كلام؟ انت تروح تجيب امك تقعد هنا في البيت، انت ابنها الكبير. نشوف بقى يا عبدو ازاي هنشيلها في قراصي.
أني هناخدها كل يوم نفسحوها ونروقوها ونزوروها المرسى أبو العباس. مش وقت مش وقت. يعني إيه مش وقته؟ شوف بقى يا عبد العال، أني لا ممكن نقبل إنك تسيب بيتك وتروح تقعد عند أخوك. أنت عايز الناس يقولوا إيه؟ سكينة بنت همام مش عايزة حماتها تخش بيتها؟ ولا محمد عبد العال بيستعر من مراته؟ صح عليك يا سكينة. أنا استعر مني جمال لبيا دي. ده أنت على رأسي من فوق. أنا بس يا سكينة ليها غرض تاني. غرض إيه؟ يعني وأنا قاعد معاها هناك هاخدها كده واحدة واحدة نقول لها حكاية جوازنا. أني الفار بيلعب في قلبي ومش مستريحة للكلام ده يا عبد العال. صبرك عليا بس يومين اتنين وأني حاجة أقول لك تعالي روح عند أمي وبإذن ربنا هخليها تبارك لك وتبوسك كمان. أما نشوف آخرتها يا عبد العال.